اصل اللي انت عملته ده حاجه صعبه على فكره. وانتوا بتتكلموا وانا عمال افر في الاسئله اللي جات لنا لقيت ان يعني تقريبا في سؤال واحد بالكاد الباقي كله ترحيب بيك ويقول لك منور منور بيتك النادي الاهلي وثناء بشكل ملحوظ على البرنامج اللي كنا بنتكلم عليه. السؤال الوحيد اللي يتقال عليه سؤال يعني حد بعته بيكلم بيسالك على اصعب مباراه تابعتها وكنت فيها على اعصابك للنادي الاهلي. لا هو كتير يعني مش كده برضه سؤال مش سهل يعني. ما هو احنا زي ما احنا بنقول الاهلي بيجيب اجوان في التسعين خلاص فاحنا اعصابنا بتتحرق للتسعين في كم ماتش كده اعتقد يعني كان اصعبهم بتاع الصفاقسي اصعبهم كان تعادلنا هنا 1-1 ورحنا هناك طبعا جبنا جون في الدقيقه 94 اللي هو من شادي محمد لفلافيو لابو تريكا شادي محمد متعب فلافيو ابو تريكا